لأن الحديد مؤكسد قوي، وإذا كانت الكمية زائدة فسيقع تيبس على أو constipation سيقع، يعني إمساك حاد، وهذا البراز شرف الله قدر السامعين سيأخذ حجم كبير وسيتصلب، ثم ممكن أن يجرح أو يخدش هذا القولون من الداخل، وهو مشكل بواسر الناس الآن يريدون بعض الشباب أن يعالجوا البواسر. نعم. وهي البواسر هي هي جاءت من ليست مرض حد ذاتي، ولكن هي مضاعفات مشكل الإمساك الحاد، هي البواسر هي مضاعفات. وهنا نصل إلى تجانس الغذائي، فيعني أفصل الذين يتغذون على النبات، وهنا في كان تناقض، لأن في السبعينيات والثمانيات هذا الطرح الذي سأقوله لا يمكن أن يصدقه الطب، يعني في السبعينيات، لكن الآن هو والعلم طبعا متكامل، يعني هذه الأبحاث العلمية يتتوالى، وما كان صحيح في السبعينيات هو خطأ الآن، يعني وربما هذه الأشياء ربما تصبح خطأ بعد يعني 2020، من يدري، لكن هذا هو العلم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نناقش فقط، نحن نناقش هذه الأشياء، فبعض الناس يتصلون ليل نهار، أنا عندي مرض كذا ماذا أفعل؟ يا سيدي أنا بالهاتف أعالجك بالهاتف، هذا ظلم، أنا سأكذب عليك، أنت تريدني أن أكذب عليك، فلماذا يتصلون بي الناس؟ فحتى الأطباء الآن يعجزون عن العلاج بملف يعني ثقيل جدا، في أشعة وفي إيكوغرافيا وفي تحليلات، والشخص يتصل بالهاتف هكذا، يعني وهناك من يعني ضجر، وهناك من لم يعجبه هذا الأمر، وأنا لن أكذب على الناس ولن أخرج عن تخصصي ولن أكون تاجرا إن شاء الله. هذا العلم يعطى للناس، لأن هذا المنبر هو منبر العلماء وليس منبر، فهذا التجانس الغذائي الذي تكلمت عنه، ولما نأكل نبات الذين يتغذون على النبات يكون الفضلات تخرج بسرعة، يعني بما أن الجسم لا يمتص السموم، لأن هذه السموم هي التي تحبس المركبات والاقتياتيات، يعني التي يحتاجها الجسم. فالفضلات هذا يعني الأكل يمر بسرعة من الجهاز الهضمي، معنى أن معنى الخلايا الجهاز الهضمي، خلايا القولون على الخصوص، لا تتعرض للضرب ولا تتعرض للضرب بجذور حرة، يعني لا تتعرض للتخريب. ولو أن كميات الاقتياتيات قليلة في النبات، فهذه يعني التردد أكل النبات وإخراج هذه الفضلات بسرعة، فالجسم يمتص ما يكفيه من هذه المكونات، لأن لا يحتاج إلى 20 أو 25 ملي جرام حديد في ولا يحتاج يعني كمية كبيرة، وكذلك الكالسيوم، يعني كالسيوم موجود في كل الأغذية، لماذا الناس يتشبنون به من مشتقات الحليب؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا نرضع الرضاعة سنتين، ثم لماذا يفطم هذا 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 الصبي؟ لماذا يفطم؟ لأن جسمه أصبح قادرا على أخذ الكالسيوم وأخذ الاقتياتيات من الطبيعة، ولا يحتاج حليب منذ أن يفطم، فلا يحتاج حليب. يعني لماذا الآن يريدون أن يجعلوا هذا الحليب مقدس، وأنه هذا ليس هناك غذاء مقدس، كل الأغذية صالحة للناس، ولا نفضل شيء على شيء إلا التوازن بين النبات والحيوان. إذا الإنسان طبع نباتي، إذا غلب الحيوان فيصاب بكل الأمراض، الطبع هو نباتي، ولكن لا نحرم ما أحل الله، فاللحوم حلال لكن تبقى يعني ظرفية، يعني مرة في الشهر وضيوف أو وليمة أو أشياء هكذا، نعم تبقى ظرفية، ليست أصلية في التغذية، هي ثانوية أو يعني أكثر. فالإنسان وحتى سيدنا آدم يعني لما كان في الجنة كان طبعه نباتي، كان يأكل التمرات، يعني هذه فهذا التوازن أو التجانس الغذائي، لما نأكل نبات أن خلايا الجهاز الهضمي لا تتعرض للتخريب بالجذور الحرة، والجذور الحرة لا توجد في النبات، لا وجود لها في النبات، بمعنى أن الجهاز الهضمي يبقى 100% جيد. أما لما نأكل لحوم، فاللحوم فيها جذور الحرة هي التي تسبب تحمض الدم، هي اللحوم والألبان والسكر، فإذا أكلنا لحوم بكثرة ولم نأكل نبات فتتعطل هذه الفضلات، ثم كثرة البروتينات يعني
تجعل هذه المواد لا تمر إلى الدم، يعني لا نعم البروتينات تحبس امتصاص الحديد وامتصاص الكالسيوم وامتصاص الأملاح الجيدة المغنيسيوم والمنغنوس، وتحبس امتصاص الفيتامينات وتحبس امتصاص حتى الحمضيات الدهنية. يعني هذه فهنا فين كاين المشكل، لما يعني تبقى هذه الفضلات لمدة طويلة في البول يعني في القولون، فهذه الخلايا تتعرض للتخريب تحت تأثير الجذور الحرة، ثم أن الامتصاص يبقى متواصل حيث أن الجسم يمتص أشياء سامة مثل المعادن الثقيلة مثل التوكسينات، عليه توكسينات متعددة، إما التوكسينات التي تأتي من الخارج مثل المايكوتوكسينات أو التوكسينات التي تتكون داخل الجسم أو يعني التي تفرزها البكتيريا يعني مثل الأنتيروتوكسين التي يفرزها ستافيلوكوكس والتوكسين التي تفرزها الإيكولاي والتوكسين التي تفرزها السالمونيلا، يعني علينا هذه الجراثيم تفرز توكسينات ثم غير ممكن أن تمتص. ولذلك نلاحظ على أن الجسم الذي يقتات على النبات وعلى الطازج، لماذا الطازج؟ لأن الأشياء الحية الأشياء الطازجة أو النية أي أشياء حية فيها أنزيمات وفيها مضادات الأكسدة وفيها عوامل تجعل هذا الجسم يكون يعني تساعد على الامتصاص. أكيد أكيد تساعد على الامتصاص وهي التي تحفز يعني الامتصاص. فالأنيميا الحديد باش يعني كي الناس ربما غادي يبقاو يعني كل اللي عنده شي مرض غادي يبقى ينتظر الحل. الحل هو حل واحد لجميع الأمراض، الناس خصهم يفهموا هذا، هشاشة العظام والحديد والتوتر العصبي والأشياء هذه، الخلل الهرموني عند النساء، هذه كلها أمراض تمثل في نفس الاتجاه. الأمراض المناعية من السكلروزيس يعني هذه التصلب اللوائحي وحتى التوحدي عند الأطفال يعني الليبيس وحتى البسورياسيس الأمراض الجلدية وما إلى ذلك هي تدخل في هذا المضمار. ف يعني الأشخاص اللي عندهم مثلا أنيميا، هذه الأشخاص يجب أن يتوقفوا عن تناول اللحوم أولا، تناول المواد الصناعية لأنها تخلف جذور حرة هي تغلق أو يعني تنقص من نشاط الخلايا التي تمتص، ثم يتناول أشياء طبيعية ويتناول غذاء نباتي يعني ب90% أو 95%. لأن غالبا دكتور الذين يعانون من الأنيميا ينصح لهم بتناول اللحوم يعني مثل الكبد وأيضا العدس. هذا ليس تخصص، هذه فلسفة، هذا ليس علم، هذه فلسفة. لماذا؟ لأن الأطباء يعلمون أن الكبد واللحم هو المصدر يعني الغني بالحديد، نعم، لأن الهيموغلوبين يعني اللحوم فيها الميوغلوبين، طبعا الحديد موجود في اللحوم الحمراء، ولكن يعني يجب أن نعرف السبب الأنيميا. فهذا الشخص الذي وصف له الطبيب اللحم ويأكل لحم مرتين في اليوم، أكيد هذا دليل على أن يعني هناك خلل ليس في كمية، هو خلل في الامتصاص وليس كمية الحديد. فالشخص يأكل اللحم ليل نهار ثم ينصحه الطبيب بأن يأكل اللحم لأن فيه حديد، هنا في كلام. ولذلك تكلمت في الأول بأن هناك أخطاء الآن يعني خطيرة جدا، فيجب أن يمتنع الشخص أولا عن تناول الحابسات التي تكبح الامتصاص، اللي هي الطبخ في الألمنيوم واللي هي مواد بلاستيك واللي هي المبيدات واللي هي المضافات الغذائية. المضافات الغذائية يعني هي العدو رقم واحد للامتصاص، يعني المونوسوديوم جلوتاميت هذا الملح الصيني والاسبارتيم والسايكلامات الطوماتين هذه المحليات الكيماوية، ثم البنزويت والسوربيت هذه التي نجد، ثم النيتريت، ثم الاشياء التي نحفظ بها هذه المواد، الكاراجينينات، المسائل هذه التي تضاف الى الاغذية مثل الملونات، يعني هذه الملونات الكيماوية مثل التارترازين مثل الالوراويد مثل البونسوفوك فور ار مثل هذه الاشياء، الانديغو كاربين، مثل هذه كل الملونات يعني التي تضاف الى الاغذية، الملونات والمضافات الغذائية مثل المحفظات، ثم الطبخ في الالمنيوم والاكل في البلاستيك، ثم الطبخ على شكل القلي في الزيت. لماذا؟ لان البيروكسيدات والميلانويدات، وهذه البيروكسيدات والميلانويدات هي التي تكبح حتى الانزيمات على مستوى المعدة، هي كابحات للبيبسين هذه الموجود في المعدة. فهذه كابحات الامتصاص، اللي عنده أنيميا وعنده نقص في الكالسيوم وعنده توتر عصبي نقص في المغنيسيوم واللي عنده خلل هرموني مثلا مثل النساء، النساء لماذا عنده خلل هرموني؟ لأن طغيان الكوليسترول على الفيتوستروجين. الحل سهل، وأنه يعني يجب أن تتوقف المرأة عن تناول اللحوم والألبان ثم تستهلك نبات فتحد من الكوليسترول وترفع من مستوى الفيتوستروجين،
ولا يكون لها أي مشكل بالنسبة للهرمونات. ويجب أن يعلم الناس أن هذه الطرق هي الرجوع، نرجع بالجسم إلى أصله أو إلى حالته الطبيعية، ولا يكون في يومين وثلاثة أيام. هذا الأشخاص يقول لك أنا تبعت النظام لمدة 6 أشهر لم أرى شيء، يجب أن تتبع هذا النظام 6 أشهر وعشر سنوات، لأن الجسم الذي تسمم 30 و40 سنة يجب على الأقل أن يعود إلى حالته الطبيعية في 4 أو 5 سنوات على الأقل. أتلقى رسائل الآن، الذين بدأوا في 2006 أتلقى رسائل الآن بأنهم الحمد لله هم أطفالهم أصبحوا بخير، على الأقل تعودوا على نظام العيش الطبيعي والبسيط. أنا أقول البسيط ليس الطبيعي، البسيط نظام بسيط، في فواكه، في شيء خذ نشويات، في خضر، زيت الزيتون مكون أساسي بالنسبة للتغذية، زيت الزيتون مكون أساسي، استهلاك يومي لزيت الزيتون. هذه طرق الطهي اللي عندنا، طرق الطهي الآن. إذا أخذنا مقليات ومشويات، ونلاحظ على أن الموائد الآن فيها أكثر من 50% مقلي، إلى الناس غير يعني تفادوا المقلي، تفادوا المقلي والحلويات، لن يكون لديهم أنيميا ولا هشاشة عظام، ولن يكون يعني حتى خلل هرموني. لماذا؟ لأن هذه المكونات التي نأخذ هي لا تصلح لجسمي، مسممات، ليس مسممات غير مباشرة، معنى أنها تحبس امتصاص على مستوى القولون. ثم هذا الأكل الذي لا تأخذ منه أي شيء، لماذا تأكله؟ لماذا تأكل هذا؟ ليس كمية الأكل، معنى 2 كيلوغرام في اليوم ولا 3 كيلوغرام هي المهم، لكن كمية التي يمتص منها الجسم 100% هي المهمة. ولذلك كان الناس في البوادي مثلا لا يأكلون شيء كثير، يعني خبز، زيت زيتون أو حبوب زيتون يعني مخللة أو أشياء بسيطة جدا. يعني كان حتى الطعام ديالهم هذا الكسكس كان بدون لحم، وكانوا يأكلون خشاش، أغذية بسيطة، ولكن الناس كانوا يعملون 8 ساعات و10 ساعات في الحقول، لم يكن يشتكون من هذه الأمراض. ولذلك فالأمريكيين عندهم قاعدة، هناك قاعدة عند الأمريكي يقول we are living on what we are absorbing not on what we are eating. يعني نحن نعيش على ما نمتص ولا نعيش على ما نأكل. بمعنى أنك ممكن تأكل 4 أو 5 كيلوغرامات في اليوم ولكن لا تمتص شيء، وممكن أن تأكل 200 غرام وتمتص كل شيء. يعني هنا كاين فرق. لذلك إذا كان الأكل طبيعي ومطبوخ جيد بزيت الزيتون ومطبوخ بالمرق، يعني هذا البلول يعني مرق الصوص، مطبوخ طبخ جيد ومطبوخ في أواني جيدة مثل الطين أو النحاس أو الـ أو الـ أو ستانلس ستيل، مع الأسف الشديد صناعة النحاس في المغرب يعني حتى هي أخذ دخلها يعني بعد الدخن، بعد الصناع كيديروا واحد يضيفون معادن اخرى، معدن النيكليج هذا، يعني لا ما يديروا النحاس، ولكن النحاس من قبل تلاحظ النحاس مقارجيا النحاس اللي كانوا من قبل، وهذه الاواني اللي كانت من قبل ما كانتش فيها هذا المسائل. وهذا الصناع ديال النحاس كلهم يعني الان يقولون ان لا يمكن، انه مستحيل ان يصنعوا نحاس بدون هذا المعدن. والنحاس يعني صنعه الانسان منذ القدم، وممكن ان يكون نحاس خالص، وممكن ان يكون نحاس بدون هذه الاشياء التي يضيفونها، لان هذه الماده مسممه. هذه الأشياء يعني يجب أن يتفادى الناس هذا النحاس الذي فيه هذه القشرة البيضاء التي يعملونها. يعني إذا كان إذا كان من الخارج ليس هناك مشكلة، لكن إذا كان من الداخل فيجب أن لا يطبخ الناس في هذه الأواني. يعني كي نوضح هذه الأمور، هنا يبقى ستانلس ستيل أو الإينوكس بالفرنسية، يبقى الإينوكس أحسن، وإلا كان طين وفخار مثلا في المغرب فخار جيد، غير ما يكونش ملس، ما يكونوش ملسينو، يعني كيكون في أثر الرصاص. والفخار كاين مناطق فيها فخار جيد في المغرب، فخار مثلا الشمال كيطيبوا الفخار مزيان يعني، ومنطقة تازة حتى من فخار فاس، فخار أبيض يعني فخار جيد، غير المناطق الجنوبية مثل أسفي ومراكش الفخار عندهم شوية في أحجار، في بعض الأحجار إما ما كيتغربلش هذاك الطين قبل ما يصنعوا منه، وكيبقى فيه هذيك الشظى، كيبقى شويه كيكون كيسين هذا الطين هذا. اما الانسان عرف كيف يعيش، وعليه نطبخ في الطين. لماذا لا نطبخ في الطين؟ الانسان خلقه الله سبحانه وتعالى من طين، وهو احسن ماده اللي ممكن ان يستعملها. من قبل كانوا الناس يخزنون الماء في الطين، ويخزنون الزيت في الطين، ويخزنون العسل في الطين، ويخزنون الحبوب في الطين، ويخزنون الدقيق في الطين، يشربوا الماء في الطين، ياكلون في الطين، يطبخون في الطين، كان جهاز هضمي 100% جيد، امتصاص 100%، لم يكن هناك هذه الأمراض. أما الآن الألمنيوم والبلاستيك هذه آفة الألمنيوم في المياه الآن، حتى المياه الآن في البوادي وفي بعض حتى المدن الآن المياه دابا يعني في قنوات من بلاستيك.
علي نشوف واش البي في سي ولا البولي ايتيلين ولا يعني ما شاء الله صافي. هذا البلاستيك لا يمكن ان يكون بدون ضرر ولا يمكن ان يكون بدون خطر، ولا نحتاج ان نبين للناس ان فيه خطر. فالبلاستيك كل الناس يعلمون، اصبح من البديهيات ان البلاستيك فيه خطر، يعني لا يمكن ان نقول هذا البلاستيك ليس فيه خطر. واذا وحتى ان بعض الناس لما اتكلم معهم تقول لك من المستحيل ان ننقل الماء على 600 كيلومتر في الماء، لماذا لا ننقلها في المعادن؟ فالمغرب لديه معادن، المغرب لديه نحاس ولديه يعني كل معادن، المغرب عنده كل المعادن، لماذا حتى من قبل يعني كان استعمال الحديد هذا الجالفانيزي، الحديد اللي كيعملوا ليه واحد هذا لكي لا يتأكسد، انا افضل هذا الجالفانيزي على هذا المشكل ديال البلاستيك. نعم. لان كيف ما كان الحال يعني الضريبه يعني هذه الفاتوره سترتفع. اكيد فاتوره، لماذا؟ لان البلاستيك هو الغده الدرقيه. نعم. البلاستيك هو السرطان، البلاستيك هو الحساسيه، البلاستيك هو الخلل الهرموني، البلاستيك هو التشوه الخلقي عند الاطفال، هذو زيادات الازمنه يعني هذا التثليث الصبغي، التثليث الصبغي هو من هذا العقم من من من, من البلاستيك. ثم يعني الخلل الهرموني عند النساء الان من البلاستيك، يعني هذا بعض الامراض المناعيه الان من البلاستيك. الجهاز العصبي الان هو البلاستيك، يصيب الجهاز العصبي ثم تكون الديوكسين. كلما كانت صناعه البلاستيك يعني مزدهره، كلما كانت كميه الديوكسينات مرتفعه، وكلما ازداد يعني مستوى السرطان. يعني هذه فاتوره يجب ان ننظر فيها، يعني لان الامر ليس بالهين، وليس هكذا ان يسكت الناس على هذه الاشياء. هذه اشياء تهم الامه، يجب يعني ان يناقشها الناس، وان يعني ان لدينا خبراء، لدينا علماء، لدينا صناع، لدينا كل شيء، يعني فيجب ان نرشد هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذا المشكل الامتصاص، مشكل الامتصاص هو مشكل تمدن، هو مشكل الطبخ السريع، هو مشكل الوجبات السريعه، هو مشكل الاكل في حاله نفسيه متوتره، هو مشكل الالومنيوم والبلاستيك، هو مشكل المضافات الغذائيه، هو مشكل المواد المصنعه. لماذا؟ لان الشركات يطبخون على 120 درجه، التعقيم على 120 درجه. هناك هذول البوتيتو كريسبس، هذا اللي كنسميه الشيبس بالفرنسيه، هذا يطبخ على 250 درجه، يعني ماده الاكريلاميد، ماده الاكريلاميد والميلانويدات هي اللي تضرب الجهاز العصبي من جهه. فالاطفال الان مابقاوش كيحصلوا في الدراسه في الابتدائي، الاطفال ليس هناك يعني الاكريلاميد. ثم زدنا على الميلانويدات، وزدنا عليها مثلا بعض المعادن الثقيله التي حتى البيروكسيدات لانها هي تشوى في الزيت. فهذا ليس هناك امتصاص، ليس هناك امتصاص. ولذلك يجب ان يفهم الناس ان نقص الحديد والكالسيوم ونقص الاقتياتيات وحتى نقص الوزن عند بعض الناس، كاين النساء يشتكين من نقص الوزن، هو تسمم داخلي، هو ان الجسم لا ياخذ هذه الاقتيات، هو ان الجسم شخص ياكل ولكن لا يحصل على ما يحتاجه او لا يحصل على اشياء جيده. وهذا الامتصاص يجب ان يكون مراقب وان يكون بالانس، يعني ميزان، ان يكون يعني ما معنى هذا الميزان؟ معنى ان الاشخاص الذين لا يذهبون الى المرحاض يوميا، شرف الله قدر السامعين، ان هذا الشخص مريض. أكيد. هذا عنده جهاز هضمي مريض. نعم. اما عنده جهاز هضمي مريض، واما انه ياكل لحوم اكثر من النبات، انه مواد صناعيه زائد اللحوم هي تبقى في البول، تبقى في القولون، هي لا تخرج بسرعه. فلذلك الناس اللي كياكلوا نشويات بحال القمح بالنخاله والشعير، بحال الذره القطاني مثل حمص وفول وجلبان البسيلة وهذه الاشياء وفاصوليا وعدس، اللي كياكلوا نشويات والقطاني والخضر والفواكه، هي طبعا لحوم يعني مرة أو لحوم قليلة أو شيء من السمك، هؤلاء ليس لديهم مشكل. ثم الحركة، الذين لا يتحركون، تتعطل لديهم الفضلات في الجهاز الهضمي، الأشخاص اللي عندهم بواسير واللي عندهم مشكل إمساك حركة، يعني لأن الحركة مهمة جدا للجسم. لماذا؟ لأنها على الأقل هذه الدورة الدموية وحركة الجسم هي حركة جميع العضلات بما في ذلك عضلة القولون وعضلة الرحم. يجب ان يعلم الناس. فنلاحظ على ان الاشخاص مثلا اللي يكثرون جلوس، اما اللي بحال الكاتبات، بحال السائقين، بحال الناس اللي كيبقاو جالسين مثلا مده طويله لا يتحركون وياكلون لحوم بكثره، الجلوس طول النهار واللحوم تساوي البواسير، تساوي البواسير وتساوي القولون وتساوي الخلل الهرموني، تساوي السمنه، تساوي التوتر العصبي، تساوي عدم امتصاص الحديد وعدم امتصاص الكالسيوم. نعم، لان هذا امر بسيط. ولذلك اقول ان ليس انك تعطي للشخص شيء ثم تقول هذا يصلح للحديد وهذا يصلح للانيميا وهذه الخلطه تصلح للتوتر، هذا كذب على الناس، هذا كذب على الناس. يجب ان نعالج المشكل من الاصل، ما هو سبب المرض اولا. اذا كان السبب موجود فليس هناك دواء.
يجب أن نتوقف أولا، أن نحبس أو نوقف سبب المرض ثم نعالج المرض. أما أن سبب المرض غير، حتى السرطانات الأطباء الآن يعالجوا السرطانات بالشيموثيرابية والعمليات، ولكن الشخص لا زال يأخذ سبب المرض. نعم. لا زال المواد المسرطنة، ويأخذ مواد مسرطنة وهو معرض للأشعة، وربما يعمل في معمل فيه مسرطنات يشمها بأنفه. ليس هناك علاج، يجب أن نعلم سبب المرض وهذا الشخص ما هو. الأمراض تعزى إلى عدم توازن الغذائي. عدم توازن الأسباب الموجودة في عدم توازن الغذائي وطغيان بعض المواد، وأن الناس هذه المواد صناعية. أنا عندي الآن 25 سنة أتكلم عن المضافات الغذائية وعن المبيدات، 25 سنة. نعم. مع ذلك لا زال الناس متهورون ولا زال الناس. مشكل عليهم. هو يعني ربما الاعتياد على أخذ هذه المواد. الاعتياد والتهور. أنا لا لا لا، أنا التهور، كلمة التهور في محله. نعم. ربما الشخص يكون مقتنع، ولكن لما يكون ضيف أو يمر بعشي يأكل أكيد. يشرب مشروب غازي أو يأكل حلوى، يقول لك مرة أو مرتين، ولا يقول لك أنا الجسم جالي صحيح ولا حاجة. لا يعرف قيمة الصحة إلا المريض. أكيد. المريض هو الذي يعرف معنى الصحة في 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 في, في التعريف. نعم. ولذلك هذا التهور يجب أن يتوقف الناس عنه، وأن يعلموا أن الوقت ليس وقت يعني السبعينيات والثمانينيات. نحن نحن نعيش في 2013 في القرن 21، ونحن نعيش في عالم يعني ملوث، وعالم في أشعة، وعالم في الساتيلايت، وعالم في تكنولوجيا، وعالم في الآيباد، وعالم في الواي فاي، وعالم خطير. حتى يعني هذه شاشة الحاسوب وشاشة التلفاز، وحتى يعني التيار الكهربائي العالي التردد، وحتى الروائح التي لا نعلم من أين تأتي، خصوصا في الليل لما تكون المعامل في الليل تعمل ثم الناس نائمون. فهذا التلوث، العالم ملوث يعني أقصى ما يمكن، ثم نضيف ملوثات للأغذية وللمياه. لماذا تضاف يا دكتور، رغم أنهم يعلمون أن هناك خطر وضرر على صحة المستهلك؟ نعم. لماذا تضاف هذه؟ هذا السؤال ليس له جواب، لأن منذ أن خلق الله الإنسان وهو هكذا، يعني هو يعلم يعني الفساد ويتمادى في الفساد. الإنسان كان يعلم الفساد. وأنا لا أتكلم عن المغرب، وأنا أتكلم عن العالم، يعني حتى أمريكا وأوروبا. هل تظنين الآن على أن المستهلك العادي في أمريكا وفي أوروبا الآن يعني يعلم هذه الأشياء؟ ولا يعلمها. هناك الآن منابر في أمريكا ومنابر في أوروبا تتكلم عن الأسبارتام. 10 سنوات الآن يتكلمون عن الأسبارتام. هل المستهلك الأمريكي والكندي والمستهلك الفرنسي والألماني والبريطاني الآن وصله الخبر؟ لا. نسبة 10 و15%، حتى أن الخبر الآن متداول في الأنترنت فقط. لماذا؟ لأن هنا هذه القوة الإعلامية، القوة الإعلامية في أمريكا، وأنا أقول قوة، لماذا قوة؟ قوة إعلامية لأنها تغطي عن الحقيقة وتظهر شيء آخر للناس. وهذا هو الخطر. يعني لما كان يعني في أوائل القرن الماضي 1920-1924، لما كان مثلا الفليور يضاف إلى المياه بحجة أنه يقي من تسوس الأسنان. هل كان فعلا يضاف إلى المياه لكي يقي من تسوس الأسنان؟ لا. والعلماء الباحثين الآن في أمريكا يعرفون الحقيقة ويعني واكتشفوا هذه الأشياء. ثم أن الأشياء التي تضاف الآن يعني رسميا في الدول الغربية، أشياء تضاف رسميا. ثم برنامج اللقاحات الآن في في في, في أوروبا وفي أمريكا، برنامج اللقاح عندنا في المغرب 14 لقاح، البرنامج لوزارة الصحة في 14 لقاح. فهل هناك شخص يعلم ما هي اللقحة ما هي؟ ولا حتى الأطباء هل يعلمون هذه اللقحة ما هي؟ أكيد لا. فأنا نعم، ولذلك سؤال كنيس هو سؤال ليس لا جواب لا. فالإنسان يعني هكذا هو يعيش وسيتمادى في هذه الأشياء. صناعة لن تتوقف، الصناعة لن تتوقف، والفساد لن يتوقف، والأمراض ستزداد. وعلى الأقل يعني على الأقل شخص تكون لديه فكرة. هذه هي البرامج اللي يعني منذ التسعينيات وانا يعني استعمل هذه 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 الجمله. وحتى يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. الذي قال تبدوا خشوشا فان الحضاره لدي. نعم. يعني هذا الحديث هو اشاره، وقد وصل اليابانيون الان ربطوا بين كثره النظافه للطفل والسكري. نعم.
هم الآن وزكوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يعني هذا. فهذا اخشوا شنو كان رسول الله عليه وسلم يريد بها؟ الاحتكاك بالطبيعة، مش رغم شنو توسخوا أبدا. الاحتكاك معنى الاحتكاك بالطبيعة أن هناك أشخاص لا يجلسون على التراب، حتى أشخاص لا يصلون على التراب. هناك يعني أشخاص يعني لا يلمسون التراب لا بأيديهم ولا بأرجلهم. وهنا هنا هناك يعني أشخاص يعني لا يقدرون حتى على البادية، ولا يقدرون حتى على شرب ماء البير، ولا حتى على شرب ماء. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الاحتكاك بالطبيعة وإلى معنى الاحتكاك لا بد ما الطبيعة تلمس جلدك وتلمس هذا. يعني مع الأسف الشديد هذه حتى المرض، حتى المرض الناس الآن ما قادرينش على المرض. يعني كي مرض مع 9 خصو يمشي عند الطبيب مع 10 وخصو يتعالج مع 11. نعم هذا خطا. علاش؟ لان الجسم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان ما يعيد المريض؟ ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ طهور ان شاء الله. معنى طهور؟ طهور انه سيطهرك من الخطايا ان شاء الله، وان سيقبل الله هذا. وكان ثم انه طهور الان احنا فسرناها بالمناعه، ان المرض يزيد في المناعه، لان الجسم اذا تمكن من الدفاع بنفسه عن هذا المرض فمناعته سترتفع. هذه وهذه اللقاحات التي تدخل للطفل ما هي؟ هذه اوساخ، يعني كي نبسط التفسير لان ما غاديش ندخلوا في التفاصيل. هذه اوساخ يعني يلقح بها الطفل كي نضع هذا الجسم تحت هذه العوامل الخارجيه البيئيه لكي يفرز هذه المضادات ولكي يعني يقاومها. معنى زياده في المناعه. وان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشوكه، ما من شوكة تصيب العبد إلا كفر الله بها سيئاته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت أولادي كانوا كيمشيو للبادية كانت تدقهم هذيك الشوكة الهندية. نعم هذيك أشواك يعني رقيقة جدا، ولا هذيك أشواك الهندية أنا في نفسي كنت أفرح ولو أن الطفل يبكي، ولكن كنت أفرح. لماذا؟ لأن وما يدريك لعل هذه الشوكة دخلت حاجة للجسم، أن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة. أنا أخي خلقها لحكمة، وهو الله سبحانه وتعالى يسمي نفسه وهو العليم الحكيم. أكيد يعني هو حكيم سبحانه وتعالى. فهناك حكمة حتى بعد الناس يتجرون لما تصيبهم شوكة أو لما يسقطوا إلى الأرض ويجرح، ما يدريك ربما فيها خير. فدائما أقول الحمد لله على كل حال. وهذه الأشواك يعني في الصبار، أشواك الصبار هي رقيقة جدا، وتصيب بعض الشعيرات الدموية الرقيقة ولا يخرج دم. الشوكة الوحيدة التي لا يخرج دم هي شوكة هذا. والله سبحانه وتعالى خلقها دقيقة ورقيقة. وأنا جد متيقن في حكمة الله سبحانه وتعالى أن فيها شيء يدخل إيجابي للجسم. أكيد. إذا دكتور شكرا لك. سنحرر أولى المكالمات تشير لإيمان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. معكم سناء من مدينة دلبجة. أهلا سناء من مدينة دلبجة، تفضلي. كنحييكم ونحيي الدكتور الفايدة على هذا البرنامج القيم، على المواضيع اللي كتطرحوها. بارك الله فيكم. نتمنى لكم مزيد مزيد من العطاء. ان شاء الله تعالى. بالنسبة للامتصاص على حد علمي، على حد علمي هو ما يعرف بالهضم. نعم. وكنا كلنا نعلم ان عملية الهضم هي عملية معقدة. نعم. داخل الجسم. اكيد. فبالنسبة للامتصاص أو هي عملية كما قلنا عملية معقدة وعملية مهمة داخل الجسم، إلا أنها في المقابل نجد مقابلها سوء الامتصاص. نعم. سؤالي على حد علمي أنا كما قلت لكم أن الامتصاص وسؤالي متبادل في عملية الامتصاص بحد ذاتها. نعم. تكون في وقت معين. نعم. هل مثلا اذا الجسم عنده واحد العمل يعني بحال برنامج. نعم. ممكن من وقت 11 ليلا. نعم. تكون عمليه الامتصاص. نعم. وفي هذا الوقت نجد ان نحن الانسان لا يعي بهذه العمليه. اكيد. الانسان يبقى يكون ما وراء عمليه الامتصاص فيخرب تلك العمليه. اكيد. والسؤال المطروح فعلا واش هناك وقت معين لعملية الامتصاص داخل الجسم؟ نعم. والسؤال الثاني هو سوء الامتصاص لا يمكن لنا معرفته، فما هي هذه العلامات التي تظهر في عملية سوء الامتصاص؟ كيف لنا أن نعي بها؟ وهل هو في حد ذاته مرض؟ أكيد مرض، يعني تقريبا العديد من الأمراض.
نعم. إذا شكرا لك سيدة سناء من دربيداء. شكرا. نعم أكيد الامتصاص هو مرتبط بالهضم علينا، إما أن نتكلم عن الهضم أو أن نتكلم عن الامتصاص. إحنا تكلمنا عن الامتصاص، لماذا؟ لأن الامتصاص يأتي بعد الهضم. نعم. وهذا الامتصاص هو عن على يعني إيجابي وسلبي. عدم امتصاص الأشياء التي تنفع الجسم هو اللي تكلمت عليها الأخت سناء جزاها الله خيرا، ولما الجسم لا يمتص الأشياء التي يحتاجها فهذا نعم. يسمى عندنا سوء الامتصاص. نعم. ربما يجي من سوء الهضم، لان اذا كان سوء الهضم ما كاينش امتصاص، طبعا ما كاينش كاع امتصاص، لان كان سوء الهضم ما كاينش امتصاص، لان المغذيات ستضيع مع الفضلات، يعني لا ياخذها الجسم، الا ان بعض الاعضاء مثلا بحال الاشخاص اللي مزولين المراره، هذو لا يمتصون الدهون، لا يهضمون الدهون ولا يمتصونها، يعني بمعنى انهم اكلوها او لم ياكلوها فهو سواء. من الاحسن ان لا ياكلوها لانهم غادي غير يضيعوها، يمكن يعني الناس كيعجبهم زيت الزيتون ولكن زيت الزيتون ما عندوش المراره، ويعني لماذا؟ لان هذه صفراء المراره هي التي تستحلب كتذوب هذيك الزيت، هو ما بقاش عنده يعني ليس لديه يعني مراره، نعم لا يستفيد منها، فهذه الزيوت هي ترمى مع الفضلات ولا يستفيد منها. الا ان تكون بعض الحمضيات الحره في الاغذيه قليل منها الى حدود 5 2.5%، ولكن ليس هناك امتصاص دهون عند الاشخاص.